كيفية إضافة المحتوى الإلكتروني. طبعا عندما ندخل إلى أي مادة وإلى أي مادة راح نشوفها أنه هي مرتبة، يا إما مثل ما ذكرنا، يا إما مرتبة بشكل مواضيع، مثلا مثل ما موضوع أمامي الآن توبيك 1 توبيك 2 توبيك 3، أو موضوع بشكل تايلز اللي شفناها اللي على شكل بلاطات على شكل مربعات، أو تكون مثل ما ذكرنا أنه تكون على شكل ذكرناه، الشكل الآخر يكون على شكل أسبوعي. فنحن الآن ظهرت عندنا بشكل توبكس. الآن في هذه الحالة راح تلاحظ أنت في هذه الحالة في بعض الأحيان أنه هذه التوبكس غير قابلة للتعديل. فإذا كانت غير قابلة للتعديل راح تضغط على أعلى الصفحة أيضا على هذه العجلة، وراح تتأكد أنه التيرن إديتنج موجودة أون. إذا كانت أون سويها أون، إذا كانت أوف تخليها مثل ما هي. زين، فبعد ما شلنا المقرر الفيزياء مثلا للمرحله الاولى وشكلنا مواضيع على شكل توبيك، الان راح نضيف المواد لهذه الماده. موجوده اسفل كل توبيك، راح تلاحظ انه كل توبيك بزائد مكتوب add an activity or resource اللي هي اضافة نشاط او مصدر او مورد. زين، فراح نضغط على هذه اللينك، هذا الرابط. بعد ما نضغط على هذا الرابط راح يفتح لنا قائمة بها مجموعة متنوعة جدا من الاكتيفيتي اللي موجودة، اللي النشاطات الموجودة. طبعا هذه النشاطات متعددة جدا، و بالغرض اللي نحن نتكلم عليه، فيوجد لدينا مثلا الاساينمنت اللي هي الواجبات، الشات، التشويس، الداتابيس، الاكسترنال تول، فيدباك، الفوريوم، لوسري، ليسنز، كل هذه موجوده كنشاطات. طبعا كل واحده بها خاصيه معينه، وكل واحده بها يعني اعدادات خاصه. ايضا اذا ننزل لاسفل راح نشوف ايضا عندنا ريسورس اللي هو البوك والفايل والفولدر والليبلز والبيج واليو ار ال. زين، الريسورسز هي الموارد اللي يحب الاستاذ يضيفها للماده، يعني بغض النظر عن المقرر اللي موجود او الماده اللي انت عاملها على شكل ملزمه او عاملها على شكل، بس تحب تضيف مثلا كتاب. ايضا الريسورس ممكن يكون هو الفايل اللي ترسله، اللي هو مثلا يكون ملف بي دي اف او باوربوينت. اذا كان عندك مثلا فولدر كامل اللي هو مجلد كامل بالحاسبه تريد تحمله، فتقدر تحمله عن طريق الفولدر. بعض الاخوه يسال مثلا انا عندي محاضره باليوتيوب، فباليوتيوب مثلا تستخدم اليو ار ال اللي هو الرابط، هذا اخر واحد اليو ار ال اللي هو الرابط. هذا الرابط من تضغط عليه راح يقول لك انه انت تقدر تخلي اي رابط من الانترنت. طبعا يفضل انه يكون الرابط هذا هو مجاني، يعني ما يصير واحد يخلي مكان رابط لشيء يعني يدفع عليه فلوس كذا، يعني هاي حقوق الطبع والامور هذه احنا ما كثير مهتمين بها ولكنها موجوده في العالم. ايضا يوجد ما يسمى بالبيج، يعني بعض الاساتذه مثلا هو عمل له صفحه خاصه به، هذه الصفحه كان خلى بها المواد التعليميه اللي تخصه بفيديوهات على صور على مواد تعليميه. زين، فايضا يمكن ينطيهم رابط البيج هذه، وطبعا هذه البيج ممكن تعدل باستمرار، والطالب ايضا راح يكون مستعد او يكون عليه اسهل، خاصه لمستخدمين الموبايل، فمساله البيج تكون عنده بطريقه اسهل. زين، نرجع على الاساينمنت اللي ذكرناه سابقا. طبعا الاساينمنت تعتبر هذه الفعاليه من اكثر الفعاليات انتشارا واستخداما، فهي يمكن المدرس من خلال هذه الخاصيه او الفعاليه من ارسال مهمه للطالب. زين، يعني ارسال واجب، ممكن يكون واجب، وجمع الاعمال التي قاموا بها وتقييمها والتعليق عليها. يعني ممكن انت الواجب هذا تاخذه وتقيمه ايضا وترجع عليه درجات. وكما يمكن للطلاب ايضا ارسال اي محتوى من اي نوع، مثل وورد، بي دي اف، بيكتشر، صور، يعني زين ممكن ايضا يضيفوها، وحتى مقاطع الصوت والفيديو ممكن اضافتها بالاساينمنت. الشات هو طبعا راح يكون غرفه دردشه اعتياديه لتكون للطلاب. زين، والشات عاده يكون متزامن،
يعني لازم يتطلب حضور الجميع في نفس الوقت. فأيضا تقدر تضيف هذه النشاط أن يكون هنالك تشات للطلبة في الكورس مالتك. أكو سؤال ولا سبب عليه الصوت منخفض. ستور تقول الكود المادة الدراسية نحن نقول لك خيار ولا تلقائي. لا، الكورس المادة يعني يفضل أن مدرس المادة يضعه لأنه حتى يعطيه للطلاب. يفضل أنه الكود المادة الأستاذ يضعه حتى يعطيه للطلاب. يعني هاي شوية خاصية تختلف عن جوجل كلاس روم. نرجع إلى الأنشطة. فمثل ما ذكرنا أنه الشات لازم يكون يعني متزامن. ممكن الأستاذ يضع فد مسألة معينة يقول لهم الطلبة تناقشوا بها ونطول الجواب بها فيخلي لهم غرفة شات. زين، فممكن هذا النشاط أيضا موجود. الشويس اللي هو الاختيار، هذه أيضا من الأمور اللي يستطيع أنه الأستاذ يضعها، وهي طبعا اختيار يعتبر جواب قصير اللي هي تستخدم في العصف الذهني أو ما يسمى مثلا يعني يريد مثلا يأخذ رأيهم في موضوع معين فيسموه استطلاع سريع. فهذا الشويس. الداتابيس قاعد بيانات الإيد بازل هذا لإنشاء التفاعلات التفاعلية. فهذا يأخذ اللينك من الإيد بازل اللي هو أيضا مشروح في محاضرة سابقة أتوقع أستاذ يحيى يبعث لكم إياها. ويوجد العديد من الأكتيفيتي والنشاطات اللي موجودة منها، راح نتناول أهمها طبعا لأنه ما قدرت أنا يعني أمر عليها كلها بهذه المحاضرة. زين، يكون الباوربوينت بي دي اف، ممكن يكون اي شكل من اشكال المحتوى الالكتروني. راح يطلب من عندي ايضا وصف الملف. اذا احب انا اصف الملف هذا اشرح يعني مثلا يعني في السمري او ملخص للملف، ممكن طبعا اضافه بعض الصور. وبعد ذلك طبعا عندي هذه هنا الفقره انه انا اقدر اجيب الملف يا اما عن طريق الدراج اند دروب زين اللي هو السحب والافلات، او عن طريق انه اعمل له براوز من هذه الفقره اللي هنا تشوفوها. اتمنى تكون الصوره واضحه لان صراحه ما اعرف ان الصوره واضحه يجيبكم ولا لا. زين، من السلكتد سلكت فايلز اكو ما يسمى مثل البراوز. زين، فتروح على الموقع يفتح لك نافذه وتروح على موقعك على موقع الفايل وتجيب الفايل حسب ما هو موجود. بعد ذلك طبعا راح تضغط على سيف اند ريتيرن. زين، فراح يكون الفايل قد حمل الى نظام المودل. إذا نجي الآن نتكلم على assignment، مثل ما ذكرنا assignment اللي هو الواجب. فأنا الآن أريد أن أضيف واجب زين بيتي أو واجب أي حيلا كان إلى الطلبة اللي مسجلين عندي في المادة مالتي. فهناك بالassignment هناك بعض الإعدادات اللي يجب اتباعها في مسألة إعداد assignment. فالآن راح أتطرق عليه بشكل سريع، وأنتم إن شاء الله راح يصير عندكم بعد هذه المحاضرة ولو فكرة بسيطة، فبعدها تقدر تجرب وتشوف يعني صار وش ما صار والشغلة يعني هي كلها مثل ما يقولون بالتجريب. زين، وأكو طبعا فيديوهات كثيرة على موضوع كيف إنشاء assignment أو الشغلة، لكن نحن راح نتكلم عليها بشكل واضح الآن. فالassignment طبعا راح يكون عندنا assignment name، إيش راح يكون اسم assignment، إيش اسم الواجب، أيضا وصف عليه. هل هذا الواجب أحتاج أنا أضيف له فايلات؟ لو تريد تكتبه مباشرة، هل تكتبه أنت بالوصف مباشرة ولا تريد تضيف فايلات مثلا أنت كاتبه بالوورد أو كاتبه بالبي دي اف كسؤال أو كنشاط وتريد ترفعه أيضا، فتقدر ترفعه من هذه الطريقة. تبدأ فترة التسليم ومتى الموعد النهائي للتسليم. زين،
فهنا يعني تقدر هذه الاعدادات كلها انت تعملها، بحيث انت بعد انتهاء الفتره ما يجي عليك الطالب يقول لك والله استاذ انا صار لي ظروف وكذا. سيستم موجود وفي اي مكان بالعالم، بس ما يكون هو ممكن يعمل سبمت، يمكن يعمل تسليم للواجب. فالافيلابيلتي اللو سبمشن فروم يعني هل السماح لاول خاصيه عندنا هنا، اول خاصيه اللي هي السماح لبدء التسليم، متى يبدا التسليم، وايضا اخر موعد للتسليم، وايضا اكو اخر خيار ريمايند مي تو جريد باي، انه ذكرني ايش وقت راح اصلح الواجب. يعني هذا ايضا نظام راح يقوم بتذكير الاستاذ متى يقوم بعمليه تصحيح الواجب. ايضا عندنا خيار ما يسمى بالسبمشن تايب. زين السبمشن تايب هو شنو نوع الفايل اللي انا راح استلمه؟ هل اريد الطالب يعمل الواجب اونلاين تكست، اونلاين تكست يعني على الموقع مباشره، ولا اريد يبعث لي هو كفايل؟ زين كم عدد الفايلات المسموح بها حتى يحملها الطالب؟ عندنا اكسبكت فايل تاب، اي نوع من الفايلات تريد انت؟ بعد انت تكلمت مع، فهو يجيب لك اياه صوره، كنت تستنسخه من صاحبه، كنت اخلي صوره، فهنا تقدر تحدد كم على الطالب السايز الحجم من الفايل. انا مثلا مخليه 100 ميجا. الوقت واخر ايش راح يصير؟ لان بعض الواجبات انه مثل ما ذكرنا انه هي اونلاين راح تكون، يعني الطالب يمكن يكتب ويخزن وبعدين يرجع، بس ما كان عمل سبمت، ما كان سلم، فقط قاعد يخزن الكتابه في موقعه. يعني فهذه الحاله اذا صار انتهى الوقت ايش راح يصير؟ هل انه السيستم مباشره راح يعمل سبمت ولا يعتبر المحاوله فاشله؟ وايضا هل انه هنالك عده محاولات انه سلم وبعدين انتبه انه اكو خطا ولازم يسلم مره اخرى؟ وطبعا اكو ايضا الجروب سبمشن سيتنج اللي هو الواجبات الخاصه بعمل الجروبات. يعني اذا كان اكو جروب او الواجب معطى من قبل الاستاذ كجروبات، انه كل جروب متكون من 4 أو 5 طلاب انه يعملوا واجب معين، فايضا عندنا اعدادات خاصه للجروبات. طبعا ايضا من ضمن الامور كيفيه، يعني الامور الاخرى اللي موجوده في هذا في اعداد الواجب، يعني هي اعدادات كثيره جدا، بس يعني ممكن واحد يتركها على الديفولت، وممكن يدخل فيها يشوف ايش فيها ايش ما فيها، ممكن تساعده في امور كثيره اذا هو مثلا عنده اسلوب معين في اعداد الامتحانات او الاختبارات او الاسايمنتات. يعني مثلا الجريد اللي هو الدرجات، اعداد الدرجات، كم درجه راح تكون على الواجب، ما هي علامه النجاح، النجاح من ايش قد، من 40 من 60 من 50، شلون راح تكون حساب الدرجه، انه كل فقره عليها كم درجه. زين فهي امور كلها اعدادات للواجب نفسه، كل اعدادات للواجب نفسه. فبعد ما تتم هذه الاعدادات وننهيها، راح نضغط على ايضا على كلمه سيف ونخزن الواجب. مثل ما ذكرنا عندنا خاصيه التشويس اللي هي الاختيار، فهذه مثل ما ذكرنا سابقا انه هي فعاليه تتيح للتدريسي طرح سؤال، تقديم مجموعه من الاستجابات الممكنه. طبعا ايضا ممكن المعلم انه ينشر هذا الراي بعدين او يخليه بدون نشر، وهو يستخدم يعني كاجراء استطلاع سريع حول موضوع ما. الاختبار فهم الطالب بسرعه، يعني مثلا على سبيل المثال سؤال الطلبة قبل بدورة معينة حول المواضيع التي يريدونها وحول الموعد، مثلا اللي سويته أنا مثلا بهذه الدورة بعثت لكم الفورم، إنه كان المدة اللي تداولها مناسبة. زين فأقدر أنا بنفس الشيء بالتشويس هذا أقدر أعمل إنه المدة المناسبة لعمل المحاضرة، أو المدة المناسبة أو الوقت الذي تراه مناسبا لإجراء الدورة. زين فهذه يعني يكون اختيار جدا قصير، وفقط تستخدم لاستطلاع
رأيي. أيضا طبعا تحتاج أن تكتب الـ choice name، اختيار الاسم، وهي كيفية ظهور الخيارات، هل راح تظهر عمودية أفقية وغيرها. الآن عندنا الكويز اللي هو الامتحان، زين. فالامتحان ايضا من الاضافه للامتحان طبعا نحتاج انه نعمل اسم الامتحان، ايش راح يكون اسمه. ايضا نحتاج الى كثير من الاعدادات المتعلقه بالوقت، زين، احتساب الدرجات، ايضا طريقه عرض السؤال، وطبعا يعني ايضا فيها هل انه راح يكون السؤال في كل صفحه سؤال ونيكست بعدها، يعني مثل اللي يجروا اختبارات الايلتس والتوفل، اللي كان يجروا الاختبارات يتعرفون يعرفون هذا النوع من الانظمه، انه بها شو تنحسب الدرجه وشو الوقت ينحسب، وايضا طريقه عرض السؤال. فطبعا بها خيارات متعدده، وايضا ممكن وضعها يعني ابقائها على الوضع الافتراضي. هذا في ناحيه اعداد الكويز. طبعا احنا ما بعد ما عندنا الكويز، فقط احنا ذكرنا الاعدادات اللي على اساس راح يكون الكويز. فبعد ما نضغط على سيف راح يظهر عندنا بالكويز، مثلا سميت كويز 1، زين، سميت كويز 1. فبعد ما اضغط على سيف وخزن راح يظهر عندي الكويز بهذا الشكل، يعني بدون اسئله. فعن طريق الايديت كويز هنا راح اتمكن من اضافه الاسئله او تغيير بعض الاعدادات. فضغطت على ايديت كويز راح ظهر عندي الان editing quiz، وظهر عندي الان انه ماكو اي شيء، وظهر عندي الشفل اللي هو يعني تغيير السؤال، وعندي هنا راح تشوفون انه اكو في شيء يسمى add. زين، فبالاد راح نشوف انه عندنا ثلاث خيارات: هل تريد وضع سؤال جديد، هل تريد ادخال سؤال جديد، هل تريد نختار من بنك الاسئله المخزنه سابقا في البرنامج، او أن ندع البرنامج يختار سؤال عشوائي من بنك الأسئلة المتوفر لديه. طبعا هذا في حالة أنه أنت مسبقا كنت دخلت مجموعة من الأسئلة وصار عندك الآن رصيد من الأسئلة. فنحن حاليا راح نضغط على New Question. New Question اللي هو نريد إدخال سؤال جديد. طبعا راح تفتح عندنا النافذة، والأسئلة الموجودة في المودل هي مجموعة متنوعة وواسعة من الأسئلة. يعني هذه الاسئله الالكترونيه في بعض الاحيان يقول لك يقولوا الاسئله الالكترونيه ما نقدر نعملها بس يعني ملتيبل تشويس اللي هو الام سي كيو، بس هون راح يوفر لنا المودل. لاحظوا المودل يوفر لنا مجموعه واسعه ومتنوعه من الاسئله، يعني موجود عندنا الملتيبل تشويس، الترو فولس، الماتشنج، الشورت انسر، النيميريكال، الاساي، كالكوليتد، زين، الكالكوليتد سمبل، يعني مجموعه جدا واسعه من طريقه وضع الاسئله.